متواصلين معكم مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الافاضل في كل مكان، الاخوه الحاضرين والمتابعين والاخوه المشاركين في كل مكان، نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم في صباح هذا اليوم لتعلن انطلاقة جديدة هنا شوطنا الخامس الذي يحمل فئات الأبكار، الثنايا، المحليات، الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمن يرغب من أبناء القبائل. أتمنى التوفيق لكل المشاركين، نتابع هذا الشوط مع كل الأخوة الحاضرين في أرضية هذا الميدان. نتابع المركز الأول والصدارة والبداية، مسافة في المركز الأول لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، من يقدم لنا مسافة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، تتقدم بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور الرائع. المركز الثاني هملولة لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي، يقدم لنا هملولة على ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم من ملوح لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، قادم مع ملوح في المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز الشاهنية، من هجن ند الشبا سعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب، بينما خامس الأسماء شواهين لحمد بن هزيم بن محمد المسافري، يقدم لنا شواهين على مستوى المركز الخامس. ننتقل إلى المركز السادس. المركز السادس اللي وصلت الآن وتقدمت أونا في هذه اللحظات وصلت الواعية، مرحبا يا أبو خليفة، سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، يقدم لنا الواعية على المركز السادس مع هذه الانطلاقة وهذا الحضور الجميل وهذا الحضور الرائع. في المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع هنا تتقدم مشاهدين الأعزاء صوغة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي، يقدم لنا صوغة على المركز السابع. المركز الثامن تصل في هذه اللحظات الشاهنية من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع هنا القادمة والمنطلقة هملولة من هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي، ومن الجانب الآخر كذلك هملولة من هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هذه العشرة الأسماء، العشرة الذلل اللي أيضا تعرفنا عليها وأيضا شهدناها معكم سويا ونقلنا عليكم. نداؤنا الأول للعشرة النجوم اللامعة الساطعة في أرضية الميدان، نعود من جديد لنبحث عن الجديد، لنبحث عن الجديد والمزيد من الأسماء القوية والمزيد من الأسماء الرائعة. لا زالت هنا المنافسة حاضرة مع وصولنا إلى منتصف المسافة، 2.5 كيلو قطعناها وبقى هنا النصف الآخر. يا سلام يا سلام يا سلام، هملولة على الصدارة على المركز الأول لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي، يقدم لنا هملولة على الكادر الأول وعلى المركز الأول. شعار بن دري حاضر، حاضر بقوة في أول المراكز. المركز الثاني هنا ملوح لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم في ثاني المراكز وثالث المراكز. وصل هنا شعار الواثق، شعار بن غدير حاضر من خلال تقدم مسافة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا مسافة على المركز الثالث. المركز الرابع الشاهنية من هجن ند الشبا سعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب. وخامس الأسماء، خامس المنطلقات والحاضرات والمندفعات، هنا شواهين لحمد بن هزيم بن محمد المسافري، يقدم لنا شواهين على المركز الخامس. وسادسا، سادسا الشاهنية من هجن ند الشبا سعيد بن سالم في التضمير والتدريب.
قريب، وصلت صوغه لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد ال نهيان، محمد بن غريب بن راشد الكتبي يقدم لنا صوغه بهذا الاداء الجميل، بهذا العرض الرائع. تحركت الشعارات، وصلت حدث عبد الله بن علي بن حمد العويسي، وصل بينما ايضا القدوم من الشاهنيه من هجن الدشبه، سعيد بن سالم في التضمير وهملوله حاضره في المركز العاشر من هجن الرياسه، يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام على هذا الشوط، على هذا الشوط المثير، على هذا الشوط الرائع. اعود الى الاربع المراكز الاولى، الى الاربع الشعارات الاولى المنطلقه في بدايه هذا الشوط. رباعيه على الصداره، رباعيه على البدايه، اقتربنا من لوحه الاعلان، اقتربنا من الكيلو الاخير، من كيلو الاختبار، من كيلو الاختبار، الكيلو متر الاخير، الكيلو متر المثير. لا زالت المنافسه والمعركه طاحنه بين شعار بن حموده وبين شعار بن دري، هنا يتنافسوا على المركز الاول، تنافس قوي بين شعار بن دري وبين شعار بن حموده، بين هملوله وبين ملوح. لمن هذا الشوط؟ والقادمه شاهنيه من هجن الدشبه وسعيد بن سالم في عمليه التضمير. الله الله الله، ولكن تحرك شعار بن دري، بدات هنا لحظات السرعه، لحظات الاثاره، لحظات المتعه، ولم تصدر الاوامر حتى هذه اللحظه، لم تصدر الاوامر حتى هذه اللحظات من هملوله ومن ملوح. يا سلام، بن حموده وبن دري، بن دري وبن حموده، الامتار الاخيره، تنافس قوي بين الشعارات الكبيره، بين الشعارات العملاقه. اين يغادر السلام؟ بدات هنا لحظات الاوامر بدات. حرك اللي بتحرك، روح يا بن حموده، روح يا بن دري، الامتار الاخيره. ولكن بن حموده هنا يقدم لنا ملوح بهذا الاداء الكبير، حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، تهانينا لك يا ابو غانم على هذا الاداء الجميل. حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري مع ملوح المركز الثاني. اتتنا مشاهدينا الاعزاء في ثاني المراكز، هناك شعار بن دري محمد بن سالم بن دري الفلاحي مع هملوله المركز الثالث. المركز الثالث الشاهنيه من هجن الدشبه، والمركز الرابع اتت هملوله من هجن الرياسه، وخامسا حلت في المركز الخامس هملوله كذلك من هجن الرياسه. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت نتيجه هذا الشوط. تهانينا لمالك ملوح حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، تهانينا.